ماوكلي. عرض ماوكلي على قناة سبيس تون عام 2002 على كوكب مغامرات. أخذ العمل من الرواية الشهيرة كتاب الأدغال ونقل إلى العربية. حظي بمتابعة كبيرة لدى الأطفال وتشوقوا لمعرفة مغامراته وحوادثه. قضى ماوكلي طفولته في الغابة ونشأ بين الذئاب والحيوانات، وأحب أصدقائه من الحيوانات وأحب الغابة وطبق قانونها الذي أهمله كثير من البشر. وفي النهاية قرر العودة إلى البشر ليكمل حياته معهم من جديد. مر فتى الأدغال بالمغامرة مع أصدقائه وأحبهم. فما أجمل أن نحب بعضنا بعضا وننسى الكره لنحيا بسلام ووئام.